بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم عن حاجتين مهمين جدا. هو مش عن الحاجتين نفسهم، ولكن عن الفرق بينهم. هو سؤال خطر في بالي وقرأت عنه، فحبيت بس أقول للناس المضمون. يعني ايه الفرق بين الغني والثري بالثي؟ الغني والثري اللي هو من الثراء، يعني بكل تأكيد الغني هو راجل عنده مال، وبرضه الثري هو راجل عنده مال، بس ايه الفرق بينهم؟ الفرق بين الاتنين بيقال يعني ان الغني عنده مال ولكن ما عندوش ثراء المعرفة، ولكن الثري هو غني بالإضافة إلى عنده ثراء من المعرفة بيفيده في إدارة أمواله. الغني ممكن يخسر أمواله ويخسرها بسهولة، لأنه المعرفة مش موجودة، أو بمعنى أصح العلم مش موجود. ثراء المعرفة بيرتكز أساسا يعني على العلم، والعلم شيء مهم جدا في إدارة الأموال وإدارة الاقتصاد. فبالتالي إحنا ممكن نلاقي شخص غني ومش متعلم، شخص غني وما يعرفش أصلا يكتب ولا يقرأ. ومن النماذج دي شفنا كتير جدا جدا يعني. لكن الثري مثقف، عنده ثقافة وعنده علم. الفرق كمان اللي هو بين الاتنين، لو الغني وقع أو فقد ماله أو خسر ماله، هيكون صعب عليه جدا إن هو يعوضه، وإنه يعني يرجع يعود غني مرة أخرى. لكن الثري لو فقد ماله أو خسر ماله، عارف كويس قوي بأن هو بثراء علمه وفكره أنه يقدر يعود مرة تانية ويحاول مرة تانية، ولو وقع يقوم تاني، ولو وقع تاني يقوم تالت، وهكذا لحد ما يرجع تاني لوضعه. كمان الغني هو شخص برضو بيفكر بس في جمع المال، لكن الثري بيفكر في إدارة المال بأحدث الأساليب. ممكن بيختار أساليب حديثة لشركاته، لإدارة أعماله. الغني مش بيعمل كده. الثري بيثقف الموظفين اللي عنده بدرجة أكبر، وبيوصلهم بالأمور اللي هي الحديثة وبالأجهزة الحديثة إلى أقصى إمكانيات الإدارة. فبالتالي الإدارة بتكون على علم، أو بيكون عن طريق ناس مثقفة وناس واعية، فبالتالي تدير الأموال بثقة. ده يمكن الفرق اللي هو الأساسي بين الغني والثري. ويا رب كل الناس تبقى أثرياء مش أغنياء. أتمنى إن كلنا وكل من يطلب الثراء يكون إن شاء الله عنده ثراء، ولكن الثراء الأكبر القناعة. لو عندنا قناعة كاملة هيبقى كأن ملكنا الدنيا وما فيها، ولكن ما يمنعش برضو إن يكون عندنا ثراء مادي نقدر نستعين به على الحياة. أدعو الله للجميع بالخير والبركة، ودايما إن شاء الله يكون لقاءاتنا مع بعض مثمرة، ويكون ليها المردود الطيب بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء قادم بإذن الله.